ثم بعد هذا ذكر فضائل الوضوء وهي مندوباته، فقال: وأحد عشر الفضائل أتت، أي فضائل الوضوء أحد عشر تسمية، معناه أن يذكر اسم الله في بدايته. فقد ورد في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ضعيف، ولكنه مع ذلك موافق لأحاديث أخرى تشهد له، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. فالأبتر مقطوع الذنب، والأجذم مقطوع اليد، والأقطع مقطوع العضو مطلقا، والمقصود ناقص فيه نقص، وبقعة قد طهرت. كذلك من مندوبات الوضوء أن يكون الإنسان في مكان طاهر وقت استعماله، لأنه إذا كان في مكان متنجس فربما تنجس شيء من لباسه لأنه سيبتل ويخالط النجس، أو ربما تنجس شيء من أعضائه لأنها مبلولة وستخالط النجس، فلذلك يندب أن يكون في بقعة طاهرة. تقليل ماء، كذلك من مندوبات الوضوء تقليل الماء وعدم الإسراف فيه، فالسرف لا خير فيه مطلقا، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتيامن الإناء، معناه من مندوبات الوضوء أن يتيامن الإناء، أي أن يجعله عن يمينه إذا كان مفتوحا يغترف منه، وأن يجعله عن يساره إذا كان مغلقا يصب منه في يمينه. فإذا كان الإناء منفتحا كالقدح الذي يغترف الإنسان منه فيندب أن يجعله عن يمينه ليقترف بيمينه منه، وإن كان منغلقا يصب منه فليجعله عن يساره لأنه سيصب في يمينه بيساره. فالمقصود أن تكون البداءة بيمينه مطلقا، لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي سواكه وطهوره وترجله وفي أمره كله، في أمره كله منه كل شؤونه. فالطهور الوضوء فيندب البداءة بأن يجعل الإنسان الماء عن يمينه. نعم. والشفع والتثليث في مغسولنا، كذلك من مندوبات الوضوء الشفع أي الغسلة الثانية، والتثليث أي الغسلة الثالثة في مغسولنا، أي في كل ما يلزم غسله، بخلاف ما يمسح، بخلاف ممسوحنا فلا يلزم فيه التثليث. فاليدان أولا على وجه الندب، قد ذكرنا ندب غسلهما، لكن يندب كذلك شفعهما وتثليثهما. والمضمضة والاستنشاق، قد ذكرنا سنيتهما، لكن يندب أيضا شفعهما وتثليثهما. وغسل الوجه قد ذكرنا وجوبه، لكن يندب أيضا شفعه وتثليثه. وغسل اليدين إلى المرفقين قد ذكرنا وجوبه، لكن يندب أيضا شفعه وتثليثه. وغسل الرجلين كذلك إلى الكعبين قد ذكرنا وجوبه، لكن اختلف في شفعه وتثليثه، فقال طائفة من العلماء: الرجلان كاليدين تثلثان، وقال الطائفة: المطلوب فيهما الإنقاء، فيكفي في ذلك غسلة واحدة منقية. وكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه غسل مرة مرة، وورد عنه أنه غسل مرتين مرتين، وورد عنه أنه غسل ثلاثا ثلاثا، وهو أكمل ذلك وآخره، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الغسلات على ثلاث، لكن ورد عنه الاقتصار على واحدة، وورد عنه الاقتصار على اثنتين، وورد عنه التثليث، وورد عنه الجمع بين التثليث والتثنية، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فهذا جمع بين التثليث والتثنية في وضوء واحد. بدء الميامن، معناه من مندوبات الوضوء أن يبدأ الإنسان بميامنه، فإذا غسل يديه بدأ بغسل اليمنى أولا، وإذا مسح أذنيه بدأ باليمنى، وإذا غسل رجليه بدأ باليمنى، وهكذا. سواك، كذلك من مندوبات الوضوء السواك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء.
والمندوب فيه إذا غسل الإنسان يديه أولا أن يستاك ثم يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يغسل وجهه، فهذا هو الترتيب فيما يتعلق بالندب عند وضوئه، فيجعل السواك بعد غسل يديه وقبل المضمضة لتكون المضمضة مخرجة لآثار السواك وما أبقاه في الفم. والسواك أفضله ما كان بآلة كعود أو وسيلة، وإذا لم يجد فليستك بإصبعه أو بطرف ثوبه، لأن المقصود به إنقاء الأسنان وتطهيرها. وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، هنا الضمير هو الهاء مكسور باختلاسه، كسرة الاختلاس أي من غير مد، تقول تخليل مسنونه أو مع ما يجب، وهذا الاختلاس مقروء به في القرآن كما تعلمون، فرواية قالون عن نافع كذلك عدد من القراء الآخرين من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالكسر الاختلاس هو رواية قالون عن نافع مثلا. وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، معناه يندب ترتيب مسنونات الوضوء وترتيبها مع الواجبات، فيبدأ أولا بغسل يديه أولا ثم بالسواك ثم بالمضمضة ثم بالاستنشاق ثم بالاستنثار وهكذا، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب أي أو مع الواجبات، فالمسنونات تتخلل الواجبات، فلا يبدأ الإنسان أولا بواجبات الوضوء ثم يفعل سننه، بل يرتبها، فذلك سنة ذلك مندوب. وبدء مسح الرأس من مقدمه، كذلك من مندوبات الوضوء أن يبدأ الإنسان في مسح الرأس من مقدمه حتى نهايته ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. تخليله أصابعا بقدمه، معناه كذلك من مندوبات الوضوء تخليل أصابع الرجلين، وقد ذكرنا أن الفرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين أن خلل اليدين متسع، فلذلك وجب تخليلهما، والخلل بين أصابع الرجلين ضيق فلذلك ندب تخليلهما. وقوله تخليله أصابعا بقدمه، هنا نكر الأصابع ليدل ذلك على أن من كانت لديه إصبع زائدة فإنه يلزم غسلها قطعا، وأيضا يندب تخليلها إذا كانت تخليل ما بينها وبين الأصابع الأخرى إذا كانت في رجليه. وفي اليدين إذا كان للإنسان إصبع زائدة وجب غسلها، وإذا نبتت له يد زائدة فإن كانت بالأبط مثلا وكانت على طول اليد الأخرى فكان الإنسان أربع يدين مثلا، فاختلف هل يلزمه غسل كل يد إلى المرفق أو يقتصر على اليدين اللتين هما أعلى ما نبت له ويعتبر ما كان أسفل منهما خارجا عن الفرقة، أو ينظر إلى الأقوى فاليد التي يعمل بها وهي أقوى يديه هي التي يجب غسلها وما سواها لا يلزم غسله. تخليله أصابعا بقدمه.